أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين. من جمله الامور التي يحاول النصارى الاستطالة بها علينا نحن المسلمون، ادعاؤهم ان المسيح ابن مريم عليهما السلام، باعترافنا نحن المسلمون، حي. اما نبينا صلى الله عليه وآله فبإقرارنا نحن المسلمون ميت فيقول قائلهم أي قائل النصارى لم لا تتركون الميت وتتبعون الحي وأيهما أرفع درجةً ذاك الذي منح حياة دائمة أبدية أم ذلك الذي مات وضمه القبر؟ هذه من جملة الأمور التي يحاول النصارى الاستطالة بها علينا وجواب هذا أولا إنا لسنا نعتبر أنفسنا غير متبعين للمسيح عليه السلام بل على العكس نحن أتباع المسيح المسيح الذي بشر برسول من بعده يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله هذا المسيح نعرفه ونتبعه ونؤمن به ونروي عنه للعلم نروي عنه بأسناد إلى نبينا الأعظم وإلى الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أنه قال كذا وأوصى بكذا وأنزل عليه كذا وكذا كثير من آيات الإنجيل الحقيقي نعرفها لأن أئمتنا عليهم السلام أخبرونا بها وقالوا أنزل كذا على عيسى عليه السلام نصوص موجودة في تراثنا في تراثنا الروائي الحديثي موجودة فنحن إذاً أتباع هذا المسيح الذي هو نبي عظيم من أولي العزم أما أنتم والخطاب للنصارى فلسنا نقر لكم بأنكم أتباع المسيح كلا وحاشا أنتم غاليتم في المسيح وجعلتموه إلها وعبدتموه من دون الله عز وجل وكذبتم عليه وما زلتم تكذبون عليه، وتخرجونه عن طور البشريه الى طور الالهيه، ثم تنسبون اليه بعضا من القبائح، وليس لكم اتصال به مطلقا، انتم لو تتبعتم تاريخ الحركة النصرانية كيف نشأت؟ والى ما انتهت؟ لعلمتم بأنه ليس هنالك اتصال بين هذه النصرانية المعروفة اليوم وبين المسيح عليه السلام، ليس هنالك اتصال. لأنهم إنما يتبعون رجالاً كانوا من الخونة للمسيح، من اعداء المسيح، من الذين حرفوا دين المسيح، تماما كما تتبع الطائفة البكرية رجالا كانوا خونة لرسول الله صلى الله عليه واله وانقلبوا عليه وحرفوا دينه، فليس هنالك اتصال ليس هنالك اتصال هذه الاناجيل ما يسمى عندهم بالكتاب المقدس هاي الاناجيل الاربعه كتبت بعد عهد المسيح عليه السلام وليس هنالك مما يثبت انها صدقا كتبت باقلام حتى اصحابها الى هذه الدرجه يقولون أنها فقدت ثم عثروا عليها بإعجاز وأمثال هذه الأمور التي أو الإدعاءات التي لا يقبلها العقل ولا تركن إليها النفس فهذا أولا أنه تعالى أيها النصراني وأثبت من قال بأنك من أتباع المسيح حقا نحن أتباع المسيح حقا هذا واحد ثانيا نحن لا نسلم لكم بان المسيح عليه السلام لم يموت وهنا التفتوا الى كلامي جيدا ايها الاخوه الاعتقاد الشائع في اوساطنا نحن المسلمين ان ماذا ان المسيح عليه السلام رفع ولم يمت. نحن نقول في هذا تأمل. هنالك آيات ظاهرها أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد مات. مات ورفع. هنالك أخبار أيضاً ظاهرها انه عليه السلام مات ورفع. نحن حينما نتامل في الايه الكريمه الوارده في سوره ال عمران يقول الله تبارك وتعالى: "إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك" ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إني متوفيك ورافعك. الوفاة المتبادر منها هو ماذا؟ الموت. نعم ان معنى الوفاة لغةً هو الاسترجاع هذا صحيح ولكن حين تستعمل هذه اللفظة فإن المتبادر منها بملاك الاستعمال هذا في الكتاب في السنه في اللغه المتبادر هو ماذا؟ هو الموت نقول فلان توفي يعني ماذا؟ يعني مات لم لا ناخذ بظاهر هذه الايه فنقول ان المسيح عليه السلام قد توفي اي مات ومن ثم رفعه الله عز وجل الى السماء فلا يعرف له قبر ما هي المشكله قد تقول لم رفعه اذن ما هي الخصوصيه التي استدعت هذا الرافع نقول هنالك اشاره في نفس هذه الايه ومطهرك من الذين كفروا كان المسيح مستهدفا من قبل اليهود من قبل السلطه الرومانيه انذاك فلم يكن هنالك من بد الا رفعه لئلا ياتوا الى قبره فينبشوه كان مستهدفا كانوا يريدون قتله وصلبه ولم يكن أولئك يؤتمنون على المسيح فيما لو مات موتا ودفن دفنا ما كانوا يؤتمنون لذلك الله عز وجل رفعه وتوفاه ورفعه إليه حتى يطهره من أولئك حتى لا يأتي أولئك إلى قبره فيدنسونه وينبشونه نحن نعلم كذلك ان المولى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان مستهدفا لذلك حينما توفي حينما استشهد دفن سرا وبقي قبره مجهولا سنوات عديده كان قبره الشريف مجهولا لماذا درءا لان ياتي بنو أمية والخوارج ومن أشبه من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام فينبشوا قبره الشريف بعد سنوات عديدة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أظهر قبره حين لم يكن هنالك خوف على ظهور مكان قبره الشريف في النجف الأشرف فليكن إذن عدم ابقاء المسيح ببدنه في القبر فليكن من هذا القبيل الله رفعه وتوفاه وليكن قد توفاه فيما بين السماء والارض لا مشكله وبعد ذلك لم يظهر له قبر لا مانع من الالتزام بذلك لماذا لان الايات الكريمات ظاهرها هو هذا اخبار شريفه ظاهرها كذلك هو هذا لا مانع من هذا الامر نقرا مثلا في رواية شيخنا الصدوق عليه الرحمة في كتابه كمال الدين أو إكمال الدين في الصفحة مئتين وأربع وعشرين رواية طويلة عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في شأن عيسى عليه السلام يقول رفعه الله إليه بعد أن توفاه يعني اولا الله عز وجل توفاه ثم ماذا؟ ثم رفعه اليه. ظاهر الايات ايضا هو هذا. نقرا في سوره المائده "وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني تصريح من المسيح عليه السلام بانه قد توفي فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد في آية ثالثة في سورة مريم عليها السلام نقرأ سلام المسيح على نفسه بقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يصرح بالموت فما المانع من الالتزام بذلك؟ أنت تحاسبني أيها النصراني على اعتقادي في المسيح تقول أنت اعتقادك في المسيح أنه حي لم يمت أقول لا من قال لك هذا اعتقادي مئة بالمئة هنالك تأمل في هذا الأمر هنالك تأمل هنالك مناقشة أنه لا مانع من الالتزام بظاهر الآيات والروايات التي فيها التصريح بالوفاة أو الموت وحمل الوفاه على الموت هو من باب الحمل الشائع الاستعمالي وهنالك اخبار من بينها التي ذكرناها تدل على هذا نعم هنالك اخبار اخرى فيها ان المسيح عليه السلام لما تعرض الى محنته فان الله عز وجل القى شبهه على رجل اخر ورفع المسيح وكان اصحابه الحواريون ينظرون اليه، نقول نعم هذا صحيح ولكن من قال ان هذه الروايات تنافي تلك. رفعه نعم ثم قبضه في السماء، توفاه ذاق الموت ثم عاد الى الحياه كسائر الانبياء والاولياء للعلم. نحن نعتقد نحن نعتقد طبقا لما جاءنا عن ائمتنا الاطهار عليهم الصلاه والسلام ان الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم يذوقون الموت ولكنهم ماذا؟ يبقون احياء. حتى بدنهم ابدانهم الشريفه لا تبقى في الارض اكثر من ثلاثه ايام ترتفع. الابدان ذاتها ترتفع من القبور الى السماء. الله عز وجل يرفعها. وهنا يطرح دائما هذا الاشكال انه اذا كان الامر هكذا فلماذا نذهب الى تلك القبور لنزورها؟ الجواب لانهم يترددون على تلك القبور. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه انهم ينظرون مواقع قبورهم. يشاهدونها كما ورد في الاحاديث الشريفه يعني النبي الاعظم صلى الله عليه واله يشاهد موضع قبره حتى وهو في السماء حتى وهو في الجنه فمن ياتيه زائرا لتل لذلك الموضع الشريف فان النبي صلى الله عليه واله يشفع له يدعو له هذا كله جاء في رواياتنا فاذا ليست هنالك مزيه لعيسى عليه السلام يمكن بها ان نفضله على الانبياء وعلى وبالاخص على نبينا الاعظم صلى الله عليه واله من هذه الجهه ليست هنالك مزيه خاصه ليست هنالك مزيه خاصه هذا كله <applause> في جانب من الجواب الذي نجيب به النصارى هنالك جانب اخر مهم جدا وهو الذي سبق وقدمنا شيئا تفصيليا منه في الليالي المحمديه الاخيره لهذه السنه او للسنه الماضيه قلنا اساسا نحن اعتقادنا في النبي الاعظم صلى الله عليه واله انه لم يمت كيف؟ تقول لي ان الله تعالى يصرح بذلك في كتابه يقول انك ميت وانهم ميتون فاشلون تقول انه النبي صلى الله عليه واله لم يمت؟ نقول ان هذا الموت المعبر عنه في الايات والروايات انما هو على التحقيق موت الظهور الدنيوي. خفاء ظهوره الدنيوي. لا انه ميت في الحقيقه التي تقابل العدم عفوا التي تقابل الحياه فيكون موته عدما او فناء ليس هكذا ليس بمعنى انه انقطع عن الدنيا ذهب الى عالم اخر ولم يعد يشعر بما يجري في الدنيا او لا يستطيع ان يسيح في الدنيا يتحرك في الدنيا ابدا مو هكذا هذا الموت هو موت الظهور الدنيوي له فقط كانه خلع البدن الدنيوي هذا اللباس الدنيوي خلعه لا اكثر من هذا اما انه ميت بمعنى انه عدم او صار عدما او فانيا لم يعد يستطيع ان يتحرك في البعد الدنيوي هذا لا نسلم به ابدا يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في نهج البلاغه أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه واله إنه يموت من مات منا وليس بميت. يقول خذوها مني عن خاتم النبيين أنا أبلغكم إنه يموت من مات منا نحن أهل البيت ولكن ماذا؟ وليس بميت، شلون هذا تناقض؟ من جهه تقول يموت من مات منا، من جهه تقول وليس بميت، هنا لازم انت تفتح ذهنك حتى تفهم معنى عباره امير المؤمنين عليه السلام. يموت من مات منا، نعم، ولكن هل كموتنا نحن؟ احنا لما نموت تنقطع علاقتنا بالدنيا. نقدر نتحرك بعد بالدنيا؟ نقدر ناثر على احد بالدنيا؟ نقدر نظهر بنحو ما في الدنيا؟ نقدر نسترجع هذا اللباس؟ هذا البدن نقدر نسترجعه في لحظه معينه. اني متت، رحت الى العالم الاخر، رحت الى عالم البرزخ. اقدر متى ما اردت ان اظهر في الدنيا من جديد، استرد بدني، البسه من جديد واحضر في المجالس واتكلم مع الناس وكذا، هذا يصير؟ ما يصير، ولكن بالنسبه الى النبي الاعظم يصير. بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام يصير يقدرون هذا الشيء يسووه، وسووه وظهروا في الدنيا. فإذا هو في الحقيقة ماذا؟ لم يمت. هو مجرد خلع هذا اللباس البدني الدنيوي وأخفى ظهوره الدنيوي لا أكثر من هذا. وإلا هو يستطيع، ماكو انقطاع بينه وبين الدنيا. ليس هنالك انقطاع. لم ينعدم يقدر يتحرك في كل الابعاد يتحرك، في كل العوالم يتحرك بشكل طبيعي. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت. ابدا قد واحد هنا يقول يمكن حمل هذه العباره على هذا المعنى ان المراد عدم موت الذكر يعني يموت من مات منا نحن اهل البيت يموتون بابدانهم بشخوصهم ولكن ذكرهم يبقى ليس بميت نقول هذا وان كان صحيحا هذا المعنى وان كان صحيحا فإن ذكر النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام من عترته لا يموت أبدا هذا واضح ولكن لا يمكن استثناء المعاني الأخر التي قدمناها من كلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لماذا لانها مشفوعه بروايات مستفيضه تثبت انهم بعد الموت ظهروا في الدنيا بعد الموت هذا امر فصلناه في الليالي المحمديه السابقه ولكن لا باس باشارات سريعه نسترجع بها معكم بعضا مما قدمناه هناك حتى يتصل البحث ومن ثم ناتي الى خاتمته ونتيجته نقول هنالك شواهد ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله في الدنيا قد ظهر بعد موته ببدنه الشريف بشكل طبيعي وتكلم مع اولياء ومع اعداء ومع عموم الناس صار هذا الشيء اما مع الاولياء فاول من تجلى له رسول الله صلى الله عليه واله وتكلم معه بشكل طبيعي وكانه حي في الدنيا هو امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وذلك بعد تغسيله للنبي الاعظم صلى الله عليه واله مباشره. روايات عندنا في ذلك. ان النبي اساسا اوصى امير المؤمنين عليه السلام انه بعد ما تغسلني وتكفني اجلسني وسلني عما بدا لك وانا اجيبك، وبالفعل صار. وفي روايات اخرى انه صلى الله عليه واله يامر امير المؤمنين عليه السلام يقول له اذا غسلتني كفنتني اجلسني وانا ساملي عليك واكتب ما املي عليك فكتب امير المؤمنين عليه السلام الف مؤلف كتاب عن رسول الله صلى الله عليه واله اقواله احاديثه وصاياه اوامره بعد موته بعد موته شوف هذه الروايه تجدونها في الخرائج والجرائح للراوندي الصفحه 804 واربعه بسنده عن حفص بن البختري وهذا رجل ثقه عن ابي عبد الله عليه السلام اي الامام الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليه السلام: اذا انا مت فغسلني وكفني وما املي عليك فاكتب. انا راح املي عليك اشياء انت اكتبها. قلت حفص بن البختري يسال يسال الامام الصادق عليه السلام يقول قلت ففعل يعني أمير المؤمنين فعل هذا بالفعل هذه الحادثة وقعت رسول الله تكلم معه بعد الموت أم لا عليه وأمير المؤمنين كتب قلت ففعل قال نعم صار وهذا الكتاب موجود عند إمامنا وسيدنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام توارثه الائمه من امير المؤمنين عليه السلام الى ان وصل بيد امام زماننا عليه السلام، كتاب كامل فيه تعاليم رسول الله صلى الله عليه واله بعد تغسيله وتكفينه، شلون تكلم النبي صلى الله عليه واله مع امير المؤمنين عليه السلام؟ هسه مات، شلون اذا تكلم؟ لا انه يموت من مات منا وليس بميت. نعم يموت يظهر الموت انجاز التعبير يظهر الموت يخفي حياته الدنيويه ظهوره الدنيوي يموت انجاز التعبير الظهور الدنيوي يموت يخفى ولكنه لا ينقطع عن الدنيا يظل عايش يتحرك إذا الشهداء هكذا فكيف برسول الله صلى الله عليه واله هذا موقف موقف آخر أيضاً في ظهوره صلى الله عليه واله في الحياة في الحياة الدنيا هذه بعد شهادته للأولياء قدمنا موقف مع أمير المؤمنين عليه السلام نجيب موقف آخر بعد سنوات عديده بعد عشرات السنين مع الامام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما. الامام الرضا بنفسه يصرح بانه ذات مره راى رسول الله في اليقظه في اليقظه في الدنيا مو في المنام ويقول ايضا احتضنته التزمته وين؟ في خراسان حتى مو في المدينه المنوره. مو في الجزيرة العربية في خراسة لما هاجر الإمام الرضا عليه السلام إلى هناك هذه الرواية تجدونها في كتاب قرب الإسناد للحميري عليه الرحمة الصفحة 152 بسنده عن الحسن بن علي بن بنت الياس اللي هو الحسن بن علي الوشّاء وهو ايضا ثقه. قال: قال لي ابو الحسن الرضا عليه السلام بخراسان رايت رسول الله صلى الله عليه واله ها هنا والتزمته. يقول: ها هنا رايته في خراسان والتزمته، التزمت النبي. صلى الله عليه وآله احتضنته ظهر للنبي صلى الله عليه وآله يتكلم معه هو وصيه وحفيده والبضعة منه تدرون في الروايات عندنا وصف الإمام الرضا عليه السلام بما وصفت به الزهراء البتول صلوات الله عليها الزهراء البتول وصفت بالبضعة والرضا عليه السلام وصف بالبضعة ستدفن بضعة مني بخراسان هاي الروايه النبي صلى الله عليه واله يقولها فظهر له النبي صلى الله عليه واله ويقول انا هم احتضنت النبي هذان موقفان لظهور النبي مع الاولياء هل هنالك مواقف لظهور النبي مع الاعداء مع الاشقياء نعم هنالك روايات عديدة ذكرنا بعضا منها في الليالي المحمدية السابقة عن ظهور النبي صلى الله عليه واله بعد شهادته لمن؟ لأبي بكر ابن ابي قحافة الطاغية الأول لعنه الله ظهر له وتكلم وياه نجيب رواية اللي ما ذكرناها ولكنها حول نفس هذا الموضوع هذه الروايه تجدونها في بصائر الدرجات للصفار عليه الرحمه في الصفحه 294 عن ابي سعيد المكاري اللي هو هاشم بن حيان عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق صلوات الله عليه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى أبا بكر فقال له أما أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطيعني؟ فقال لا قبل أيام معدودة النبي صلى الله عليه وآله أمره بأن يطيعه اكد كان يؤكد عليه الى اواخر ايام حياته الشريفه النبي الاعظم صلى الله عليه واله كان يوصي باطاعه خليفته وولي عهده امير المؤمنين ويؤكد على شخص ابي بكر يؤكد على شخص عمر شوف بعد الجحود الى اين يوصل الانسان يعني بكل وقاحه يقول لي أمير المؤمنين لا لا ما امرني يعني ما لا ابدا ما امرني ولا حتى في غدير خوم ولا بايعتك ولا قلنا بخن بخن لك يا يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه كل هذا ما صار اكو ناس يكذبون ويصدقون الكذبه ابو بكر كان من هؤلاء قال امير المؤمنين عليه السلام لابي بكر اما امرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطيعني فقال لا ولو امرني لفعلت اذا كان امرني كنت افعل اطيعك قال فانطلق بنا الى مسجد قباء تعال اخذ امير المؤمنين عليه السلام اخذ ابا بكر وذهب به الى مسجد قباء فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي رسول موجود في مسجد قباء يصلي فلما انصرف أي انصرف النبي من صلاته قال علي عليه السلام يا رسول الله إني قلت لأبي بكر أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وآله أن تطيعني فأنكر. الآن أنت تعامل وياه يا رسول الله، أنت تعامل هذا أبو بكر جبت لك إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمرتك فأطعه. قال فخرج أبو بكر خرج فلقي عمر وهو ذعر مذعور أبو بكر مرتعب من هذا الشيء اللي شايفه في الروايات الأخرى أن أبا بكر لما شاهد هذا الأمر قال يا رسول الله أحياة بعد الموت تشلون جابك هنا أحياة بعد الموت فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجيبه بما هو مضمونه يقول له ويلك يا أبا بكر إن الله لقادر على أن يحيي الموتى هذاك متعجب شلون رأى النبي صلى الله عليه وآله ها هنا ونحن قد دفنا النبي انتهينا منه شلون طلع من جديد قال فخرج فلقي عمر وهو ذعر أبو بكر مذعور وشاف عمر بالطريق فقال له ما لك شبيك عمر يقول لأبي بكر شبيك هكذا مذعور فقال قال لي رسول الله كذا وكذا أنا شفت في مسجد قباء وهكذا حدثني فقال تبا لأمته أو تبا لأمة ولوك أمرهم تطلع الجبان خائف تبا لأمة ولوك أمرهم أما تعرف سحر بني هاشم هذا السحر هذول بنو هاشم عندهم سحر هذا علي بن ابي طالب اجى سوا لك سحر رواك النبي صلى الله عليه واله كانه بده يحكي وياك وكذا كل السحر هذا سحر بني هاشم هذا حتى تعرفون انه اعتقاد يزيد عليه اللعنه لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا الاعتقاد ما ممن ممن تقدمه من الأوائل لا تتصور بس هو يزيد كافر الخطباء ما شاء الله شجعان بس يكفرون يزيد على المنابر ليش لأنه قال هذا البيت شعر مو الشكل يقول هذا الدليل على كفرة ما يعتقد مو الشكل وليش ما تكفرون عمر على المنابر عمر قال هذا السحر هذول اهل سحر هذول بنو هاشم اهل سحر فما عنده اعتقاد بالنبوه اعتقاد حقيقي ما عنده هذا موقف النبي الاعظم صلى الله عليه واله بعد شهادته بعد موته اي على التحقيق بعد خفاء ظهوره الدنيوي ظهر من جديد استرد بدنه وظهر من جديد في الدنيا وكلم حتى شقيا من الاشقياء بل راس الاشقياء ابو بكر هنا وهذه هي زبده بحثنا هذه الليله هنا نطرح هذا التساؤل المهم النبي ظهر للاولياء كامير المؤمنين عليه السلام والامام الرضا صلوات الله عليه ظهر للاشقياء كابي بكر هذا يدل على انه حي يرزق يتنقل ما بين السماء والارض يجل الدنيا يتحرك في الاطار الدنيوي نعم وبهذا نحن ندفع النصارى ونلقمهم حجرا أنه تعال أنت النصراني إذا أنت رافع نفسك ورافع راسك على أنه عيسى عليه السلام حي فإحنا نقول لك هم نبينا صلى الله عليه وآله حي أم موجود نبينا صلى الله عليه وآله هو سيد عيسى يظهر في هذه الدنيا يتحرك في هذه الدنيا فمن سلم لك بأنه هنالك فضيلة لعيسى على النبي صلى الله عليه وآله بل الفضل كل الفاضل لنبينا على سائر الأنبياء صلوات الله عليه هنا السؤال بعد ما انتهينا من هذا الأمر هنا نتسائل قبل أن نأتي لهذا السؤال لابد أيضا من إشارة سريعة أنه النصراني ينبغي ألا يحاسبني على عقيدة البكري، أنا يعني شو علي بعقيدة البكري؟ البكري يقول النبي مات عقيدة أنا يعني شو علي بي عقيدة المنحرفة، أنا أقول النبي ما مات. أنا أقول النبي أخفى ظهوره الدنيوي، إذا أردت حقيقة الأمور النبي حي، حي عند الله يرزق. طيب بمعنى حي في الاخره لانه بالنتيجه المخالفين هم يعتقدون حي بالاخره ولكن حي في الدنيا يقولون لا احنا نقول لا هم حي في الدنيا متى ما يريد يرجع للدنيا يظهر حتى ببدنه الشريف في الدنيا زين هذا القبر الشريف اللي موجود في المسجد النبوي هذا قبره نعم فيه عظامه فيه بدنه كلا البدن ذهب الى السماء مع النبي صلى الله عليه واله، نعم احيانا النبي ممكن ان ينزل يبقى في داخل هذا القبر. ممكن يروح يتردد حسب بعد. التساؤل هو هذا، انا وانت ممكن نشوف النبي ام لا؟ لان يعني هذا البحث يشوقنا احنا انه احنا ممكن يصير عندنا فرصه مو في المنام وانما في اليقظه. يعني واحد يوصل الى مرحله اللي يقدر بها ان يرى رسول الله صلى الله عليه واله مثل ما راه مثلا الامام الرضا عليه السلام في خراسان ويلتزم النبي صلى الله عليه واله يصير لو ما يصير يصير بس يحتاج الى أن يكون الإنسان على مستوى عالٍ من الإيمان والتقوى والصفاء بحيث يمكن أن يوفق لشيء من هذا القبيل. واي يحتاج من الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يصير مؤهل لمثل ذلك. زين اكو شاهد على هذا الأمر ممكن نقول نعم هو ممكن ولكنه لا يخلو من بعض المخاطر ما هو هذا الشاهد رواية عجيبة في الكافي الشريف من أعجب الروايات في الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في المجلد الأول الصفحة أربعمائة واثنتين وخمسين يروي هاي الرواية بسنده عن جعفر بن المثنى الخطيب شو يقول قال كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسقف فالسقف هذا بسبب عوامل معينه سقط فانكشف والفعلة يصعدون وينزلون شفنا هم فعلة، الفعلة يعني من؟ يعني البنائين يصعدون ينزلون حتى يرممون ماذا؟ هذا السقف يقول ونحن جماعة، احنا هم جماعة من الشيعة من الرافضة موجودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله ولكن لاننا رافضه نخاف نقوم نصعد نطلع على القبر نشرف على القبر قبل ما نستفتي امامنا صلوات الله عليه يمكن اكف بهذا حرمه يمكن يصير هتك لرسول الله صلى الله عليه واله ما ندري يقول ونحن جماعه فقلت لاصحابنا مجموعه من اصحابنا الشيعة من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله عليه السلام الليلة من منكم عند اليوم أو هذه الليلة عند موعد مع أبي عبد الله مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقال مهران بن أبي نصر أنا هذا واحد قال أنا عندي موعد مع الإمام الصادق هالليلة وقال إسماعيل بن عمار الصيرفي أنا هذا هم ثقة قال أنا هم عندي موعد مع الإمام عليه الصلاة والسلام فقلنا لهما إحنا الشيعة الرافضة قلنا شنو لهذين الاثنين إذا ما طول هالليلة عندكما موعد مع الإمام الصادق عليه السلام اسألاه عن هذه المسألة فقلنا لهما سلاه لنا يعني سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى الله عليه وآله سألوا لنا يجوز إلنا لو ما يجوز فلما كان من الغد اليوم التالي لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل قد سالناه لكم عما ذكرتم فقال شوف جواب الامام حقيقه جواب عجيب فقال ما احب لاحد منهم ان يعلو فوقه هذه اول مساله انه حاول ان لا تستعلي على قبر النبي صلى الله عليه واله كان في هذا شيئا من سوء الادب ان واحد يروح يوقف فوق على ركن من اركان الحجره مثلا لانه السقف السقف ماذا؟ قد سقط فتوقف على ركن من اركان الحجره كان باطن رجليك على من؟ على قبر النبي صلى الله عليه واله، كانك هكذا قد استطلت على قبر رسول الله صلى الله عليه واله فهذا ما يخلو من سوء ادب. لذلك الإمام عليه السلام يقول: "ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه"، هذه أول مسألة. زين وبعد يقول: "ولا آمن آمنه أن يرى شيئا يذهب منه بصره". يقول: "أخاف". ما آمنه. يعني ما اطمئن، اخاف عليه هذا اللي يصعد ويشوف يشرف على قبر النبي صلى الله عليه واله ان يرى شيئا يذهب منه بصره، يعني شنو؟ يعني الملائكة. الملائكة من تصعد وتنزل على قبر النبي صلى الله عليه واله. احنا عيوننا هذه لا تتحمل نور الملائكة، مو أي واحد ترى يقدر يتحمل. ينعمي. إذا واحد يشوف ملك من دون قوة إلهية معينة يعطيها الله عز وجل لعينه فممكن ينعم أن الملك نور نور قوي هذه العين الدنيوية غير مؤهلة لاستقبال مثل هذا النور الآن في التجارب الدنيوية هذا هم يصير أنت روح خلي عينك مفتوحة ويفتحون عينك بالقوة يخلونها أمام هذا الضوء اللي على الملاعب يخلوه فورا تحترق عينك تموت عينك تروح الشبكيه تروح كل شيء يروح فماذا فتعمى لان النور كان ماذا اشد باوع الشمس هم فتره هم عينك ماذا تروح الملك نور والملائكه تهبط على قبر رسول الله صلى الله عليه واله وتصعد افواج تستمر نعم ذاك الذي يصير عند حالة من الإيمان والتقوى الله عز وجل يقوي عينه بحيث يشوف الملك لكنه ماذا لا يعمى هذا هم يصير وبعض العلماء الصالحين وبعضهم اليوم أحياء شاهدوا شاهدوا ذلك ولكن هم كانت مشاهدات طفيفة إنجاز التعبير لأنه جدا صعب جدا صعب ابداننا ما تتحمل عيوننا ما تتحمل فلذلك الامام عليه السلام يقول ولا امنه ان يرى شيئا يذهب منه بصره اذا هاي المساله الثانيه انه أكوهم خوف ملك من الملائكه تشوفونا فتعمون زين المساله الثالثه هي المساله العجيبه جدا يقول عليه السلام أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه صلى الله عليه وآله، الله أكبر، يعني إذا واحد يروح يشرف على قبر النبي يطلع على قبر النبي ممكن ينكشف للحال يشوف النبي صلى الله عليه وآله قائما في هذا القبر يصلي ممكن ممكن يشوفه مع بعض أزواجه ممكن يشوفه مع خديجة عليه السلام يشوفه مع أم سلمة عليه السلام مع ميمونة عليه السلام مع ماريا عليه السلام مثلا مع أزواجه الطاهرات اللاتي يلحقنه في الآخرة للأزواج الخائنات اللاتي ذهبنا إلى النار وبئس المصير كعائشة وحفصة واضرابهما ممكن يصير يشوف النبي صلى الله عليه واله في قبره هكذا هذا معناه ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه واله حي يعيش احيانا يهبط هو من السماء الى قبره يصلي في القبر يهبط هو وزوجته الى قبره ويجلسان هناك ممكن يصير المخالف صعب يستوعب هذا المعنى المخالف دائما عنده جمود تحجر ولذلك انت من تروح للحج تتشرف بالحج وزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة شي سوي المخالف خاصة الوهابي شي سوي يحاول ان يبعدك عن ضريح النبي الاعظم صلى الله عليه واله، يقول لك روح روح، يلا روح لا توقف هنا. هؤلاء الامرين بالمنكر والناهين عن المعروف. اذا واحد يذهب الى هناك يقف يريد يخاطب النبي، يتكلم وياه، يطلب منه حوائج، يطلب منه حوائج. يقول له شنو؟ شرك، روح يا مشرك يا كذا الى اخره. من السباب والشتائم وهو اصلا ما مؤدب واقف معطي ظهر الى من الى النبي الاعظم صلى الله عليه واله منتهى قله الادب والوقاحه منتهى قله الادب والوقاحه لماذا هم يصنعون هذا لان اعتقادهم في النبي ميت خلص مات راح يقول لك محمد مات انتهى ليش واقف هنا؟ شو تسوي هنا؟ قل له انت اللي ما استوعبت الحقائق الدينيه، انت اللي ما تعرف اصلا هذا النبي شنو؟ ما تعرف. منو قال لك ميت؟ حي. منو قال لك ما يسمعنا؟ يسمعنا. والمشكله ان المخالف لا ينظر حتى الى ما هو يرويه، هو ام جاهل ما يعرف شنو اكو عنده من احاديث. لماذا يستبعدون ان النبي صلى الله عليه واله حي حتى في قبره ويسمع الناس ويرد سلام الناس ويدعو للناس ويشفع للناس ويتاثر بكلام الناس لماذا يستبعدون هذا الامر؟ وهم يروون أمثاله ولكن بالنسبة إلى غيره من الأنبياء بالنسبة إلى موسى بن عمران مثلا عليهم السلام ما يدري المخالف شكو كتبه ما يعرف اقرأ صحيح مسلم الحديث المرقم برقم أربعة الاف وستة وثمانين يروي هذه الرواية عن أنس بن مالك هو أن كاتب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه واله قال شوف رواية صحيحة عندهم في صحيح مسلم يقول أتيت وفي رواية هداب مررت روايتين بلفظين مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر يقول مريت على موسى يوم اللي اسري بي عند الكثيب الاحمر يعني الكثيب هذا الـ الـ الرمل المتراكم الذي على او عنده قبر موسى عليه السلام، يعني عند قبره، مريت على قبره يقول النبي صلى الله عليه واله. زين، مريت على قبره شنو صار؟ يقول مررت على موسى ليله اسري بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره. مريت على قبر موسى فرأيت موسى ماذا؟ في قبره قائم يصلي، يعني شنو؟ يعني حي بعد حي في قبره يصلي بشكل طبيعي. زين. أيضا يروي المخالفون في مسند البزار الحديث المرقم برقم 2391 وهذا الحديث حسنه الالباني في السلسله الصحيحه برقم 621. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله قال: الانبياء احياء في قبورهم. يصلون الانبياء شنو؟ احياء وين؟ في قبورهم، شو يسوون في قبورهم؟ يصلون اذا هذا الضريح المقدس أي الحجره النبويه الشريفه التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه واله النبي فيها حي ام ميت؟ حي هم احاديثنا هم احاديث اهل الخلاف ما طول حي انت ليش متاذي ايها الوهابي ايها المخالف ليش متاذي الناس يذهبون للحي يخاطبونه ليش متاذي ليش تقول عنا ميت حي هو في داخل هذا الضريح حي قائم يصلي انا اروح امام هذا الضريح اقول السلام عليك يا رسول الله لي الى الله حاجة كذا وكذا وكذا فاشفع لي عند ربك يا محمد يا نبي الرحمة اني توجهت بك الى الله ربي وربك فاشفع لي في قضائها شنو المانع؟ شنو المشكلة؟ يقول لا هو ما يسمعك يسمع يقول هو ميت حي يعني موسى بن عمران موسى بن عمران عليهم السلام حي في قبره قائم يصلي عند الكثيب الاحمر لانه صحيح مسلم يروي ورسولنا صلى الله عليه واله ليس حيا جهل هبوط في المعرفه انحدار في الاستيعاب ما يقدر يستوعب جيدا ولذلك يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله قد مات نعم إن النبي مات ولكن على أي معنى هل كموتنا نحن؟ إحنا لما نموت ننقطع عن الدنيا إجمالاً وإلا ممكن هم واحد إذا يصير مؤمن ومتقي وله منزل رفيع عند الله عز وجل ممكن الله يسمح له يتنقل ما بين عالم البرزخ وعالم الدنيا هم يصير هم يصير للعلم بس بعد يحتاج الى منازل عاليه. نبينا صلى الله عليه واله سيد المنازل. شلون تحجم النبي باطار انه خلص هذا من طلع من الدنيا بعد خلص ما يقدر يدخل في الدنيا من جديد. ما يسمع ماذا يجري في الدنيا، لا النبي صلى الله عليه واله يسمع ويرى ماذا يجري في دنيانا هذه ويتعاطى معنا للعلم. ولذلك وجد تعلمون هذه الاحاديث بعد ما يحتاج اكررها. لما الائمه عليهم السلام يقولون يوصون شيعتهم يقولون لا تسيئوا او لا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه واله. يسالون شلون؟ ما معنى ذلك؟ يقول انه اذا اذنب الواحد منكم يبلغه ذلك فيستاء صلى الله عليه واله. ليش؟ لانه في الدنيا كل الدنيا امام بين ايده. كل شيء يبلغه النبي صلى الله عليه واله في بعض الاحاديث هو يقول يقول ان مضمونه ان حياتي خير لكم وان مماتي خير لكم ايضا فيسالونه اصحابه يسالونه اما الحياه فعرفناها واما الممات فكيف؟ يقول اذا احسن محسنكم وانا في الممات ادعو الله عز وجل له فيضاعف حسناته وإذا أساء أستغفر الله عز وجل له فيغفر له يعني مماتي أيضا ماذا خير لكم فيسأله بعض المنافقين تعرفونهم يسألونه يقولونه يقولون له يا رسول الله كيف ذلك وأنت في قبرك قد بليت شلون بعد خلاص رحت تحللت تفسخ بدنك فالنبي صلى الله عليه وآله يجيب يقول كلا إن الأنبياء لا تبلى أجسادهم لا تطعم الأرض أجسادهم أجساد الأنبياء أبدان الأنبياء تبقى محفوظة وما دامت تبقى محفوظة وفي رواياتنا أنها هذه الأبدان بنفسها أيضا ترتفع إلى السماء نعم أحيانا ترجع إلى الدنيا لغايات معينه لانه هو نفسه صاحب البدن يرجع به الى الدنيا يصير فاذا خلاصه الكلام هو هذا ان النبي صلى الله عليه واله حي عند ربه مرزوق ياتي الى هذه الدنيا يمكن ان يرى في هذه الدنيا وهو في موضع قبره الشريف تارة قائم يصلي، تارة يكون مع بعض ازواجه، يستمع الى شكاوى الناس، يستمع الى حاجات الناس، يدعو للناس، ربما احيانا صلى الله عليه واله يبكي لما يروح لانسان مؤمن يشكو اليه، يقول له يا رسول الله اني تعرضت لكذا وكذا. خاصة إذا تعرض لما تعرض له بسبب وفائه لرسول الله وإصراره على موالاة عترته الطيبة من بعده، رسول الله ممكن يتأثر يبكي لهذا الإنسان. يتأثر فيدعو له ممكن يسمعه صوته صار هذا سابقا، قصص كثيرة اكو في هذا المجال، أنهم أحيانا كانوا يسمعون صوت النبي. صلى الله عليه وآله من داخل قبره الشريف كان يصير ولا إما عليهم السلام هكذا ذات مرة بعض الأفراد ذهبوا هذا منقول في الآثار أنهم ذهبوا إلى قبر الإمام الرضا عليه السلام في الليل قرأوا القرآن وسمعوا الإمام الرضا من داخل القبر يجيبهم أيضاً بالقرآن يتلو القرآن يصير نحن علينا كأمة الإسلام والمسلمين أن نعيد اكتشاف نبينا ما نعرف زين ما نعرف حقيقته ما نعرف حقائق أئمتنا عليهم الصلاة والسلام نعيد اكتشاف أئمتنا صلوات الله عليهم نحاول نعرف إن شوية نوسع من عقولنا ومداركنا ما ناخذ الأمور على الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا مو كل الامور فقط احنا نبني على الظاهر، نروح نغوص في الاعماق لما نغوص في الاعماق نفهم هذه الاسرار وهذه المقامات العجيبه، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه واله انه يموت من مات منا وليس بميت. هذا وصل الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.